اليوم احنا بسان دييغو بمنطقة صايرة على منطقة على البحر اسمها لاهويا، اللي هي هاي تشوفوها لاهويا، بيها بيتشز، بيها بيتش، بيها بيتش كلش حلو، بيها بيتش صخري وبيها بيتش رملي وبيها حيوانات كلش هواي نايمة على البيتش وتقدرون تشوفوها، وبيها أمواج كلش حلوة وفيو، وبيها كليف عالي تقدرون تشوفون البحر، تقدرون تنزلون جوا إذا يعجبكم تسبحون، و at the same time بيها تمشون يعني around the city كلش حلوة، بيها شوبس محلات كلش هواي حلوة، ومنطقة كلش chill وهادئة. وهاي my baby. yeah بيها city walk كلش حلو، بيها قهوة، محلات قهوة، yeah محلات أكل بحري. شنو؟ شو بيها؟ ميك اب. هلو، احنا هسه بالمكان اللي هو كله ماركت ومحلات بسان دييغو، والمكان كلش حلو. مدينة هيجي كلش هادئة وما بيها هواي ناس، وكلها خضار ومحلات كلش حلوة. ناشونال جيوغرافيك، باش كبر هاي كله مال ناشونال جيوغرافيك. Thank you.
الاكسبرتيز مال سان دييغو، البيوت والقطع الاراضي وهاي البيئه سان دييغو. بس نعطيكم فكره يعني مثل هذا البيت هذا بثلاثة مليون وشوية، هاي البيت بأربع خمسة مليون تقريبا، هذا سبعة مليون، هاي البروبرتي سان دييغو اللي على لاهويا بيتش. Dragon fruit. Mango dragon fruit.